فيه اكل بسس لانه الكرسي هيك صغير فخفت انه مي مي معلم هاي ايه هذا افتح الجد زي واحد الله. طب استنى كيف بدك تربح تذكرتين للسفاحين؟ انت تخيلك جير فريند ابعد عن وجهي. ايش هذا؟ اوف والله انك ابليس. مرحبا شباب اهلين صبايا، جبت لكم فيديو جديد. يا جماعه الخير انا باخر كم من فيديو ما اللي قلت لكم ولا شيء، وعلشان هيك بهذا الفيديو مقدم لكم تذكرتين سفر، بس السنه دي هو مش عارف شو اللي قاعد بصير نهائيا. بس بهذا الفيديو زي ما انتم متعودين يا سفاحين انا بدي اورجيكم انه ناجي مش بومباستيك. ايش؟ مش اجاها شو اللي مش بومباستيك مش بومب ايش حكيت؟ بمزح عشان تصوير. لا عيدها تصوير. عيدها عيدها طالع حلو بالكاميرا والله. هاي كاميرا جديده صح؟ اه مبروك لسه ستيكر عليها حكنا عليه. المهم يا جماعه الخير خليكم معنا بهذا الفيديو لان بي مش انت بتعمل رقصه باول الفيديو؟ ما هي حطينا الرقصه وخلصنا. بده اي رقصه حطيناها؟ حطيناها بنصورها اخر شيء الرقصه. اه بنصورها اخر شيء. استنى هاي انو كاميرا بتطلع علي؟ هذيك بتطلع عليك. هاي بتطلع علي تعملها بوش. هاي بتطلع علي حالي مالكش دخل فيها. هاي ماشي كل واحد انت في الجير الفرنت تبعته. ماشي طيب تطلعش على كاميرتي انت والله ما تطلع. عارف القوانين اللي احكي لك اياها؟ ما بعرف ايش طيب عم تعمل. شوف في عندك ثلاث مشاريع. حلو بدك تختار واحد منهم. حلو اذا طلع طعمه انا اللي راح احكم في الحلقه هاي. تمام بس اذا طلع طعمه زاكي انت اللي راح تبلش وتحكي شنو التحدي اللي بدك اياه خلال الحلقه هاي. ماشي بس طلع طعمه عادي حجره ورقه مقص يا معلم. تمام واسيتها الحجره ورقه مقص اللي بفوز عارف. ماشي تمام ماشي. لو كان شو بتحكي لك ممنوع تحكي. لا ايش اللي بحكي لك يا بدك تعمله؟ ايش مكان؟ ايش مكان؟ اذا انت اخترت المشروب زباله اه واذا ضحكت على الفيديو او عملت اي رياكشن اوف اخ اي اه زي اتحداك ما تقول او يعني مثلا ولا رسمي حطه هون. يلا روح يلا جاهز؟ اه هاي كاميرتي صح؟ هاي كاميرتك جاهز معلم؟ بدك ما تقول او يلا. جاهز يا زلمه جاهز ايش فيك؟ ادعس اه صح طبعا الحلقه هاي مره على الواقف لانه عامل رجيم صح؟ لا لانه الكرسي هيك صغير فخفت انه يلا اعطيها اختار واحد من الثلاث. هاي هذا اشرب اشرب؟ اه اشرب من غير ما تشم. مي 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 يا معلم. هاي هسه معلم طعمها عادي يعني مش زاكي. انا بحب المي. عجبك؟ انت كتبت فيديوهات انت اه لا ما عجبني طعمه مي هذا طعمه طيب. عادي طعمه عادي جدا حجر ورقة. بقدر احكي شغلة على السريع؟ احكي. بحس انه كاميرتنا اثنين لازم تكون بالنص بضلني التخم وهنا بيطلع وجهي شنب. من الاخر عشان هيك عطيناها. عجبتني الصراحة. يلا حجر ورقة مقص. ايش هاي؟ هاي حجر حمل هيك تفهمين كيف؟ يلا حجر ورقة مقص حجر ورقة مقص. بعرضه يا زلمة عادي ما فهمناش اي حاجة. ايه هذا عن جد زي واحد الله هذا الولد صغير يا زلمة. عطى ردة فعل يا جماعة عطى ردة فعل. ايه يلا ايش هلا شو بصير هلا؟ راح اعرض للناس شو فتحت. ايه اعرض اعرض يا جماعة فتحت له فيديو نقز شفتوه؟ بس يا معلم اه الموقع ضحك علي ضحك علي ما عرض لي فيديو بس عرض لي شاشة هو. المصفعين في هون اشي شكله استغفر الله العظيم زي الاستفراغ هذا انت راح تاكله. اوه ريحته حمص متبل ومعفن وصار له شعر. شوفوا يا جماعه اوف ريحته اوف ريحته الله ينتقم منك محيط صم. مين عمله اخوك معه؟ ايش هذا؟ اطلع برا 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 اطلع برا برا ابعد. اوف ريحته بتغزي على الاخر على فكره. ايش هذا؟ حدا يحكي لنا ايش هذا؟ والله انتقم منك يا ناجي. طيب ايش دخل ناجي؟ هيو هذا هذا الشاب اللي حط انت ضحكت علي يا زلمه فتحت لي يا زلمه شيء ازرق. ايش هذا؟ خل تفاح اخضر مايونيز خل خنزل كتشب شطه مايونيز بيض دبس عمان
ماجي القاب. ماجي القاب. ماجي القاب. اسمع هي 1-0 لك بس صدقني ما تضحك علي. سفاحنا. بضحك ليه؟ بضحك. ايش مكتوب على بلوستك؟ مش عارف. كوكاكاو. كوكين. كوكايين يعني. عيب. ما بصير ما بصير. ينحبس. ما بصير يا زلمة. ليش ننحبس؟ بيني وبينك حلو البلوزة. ما تضيعش الموضوع وراح تشرب. خلاص مي بكفي يا جماعة الخير. ما فيش شرب مي. تعرفوا المشروب اللي ما بتغير في كل حلقة؟ في مشروب في كل حلقة مستحيل يتغير. هذا مشروب أساسي. يا لعان. كل فيديو. تفضل مي. شيطانك. ايش أعمل؟ اشرب. طب ما هو أنا بعرف شو فيه. بدك أنا هذا بعرف شو فيه أنا. شكله بغزي. مش مشكلة يعني متعود. استغفر الله العظيم. بدك تشرب. اسمع اشرب شفطة بحجم هالقد. طيب ماشي. جاهزين؟ اوكي. جاهزين؟ ودي السفاحين. ماشي. شفتوا بس احنا هان اللي بنشرب واحنا اللي بنشرب. يا عمي مش انت بتحكي عن حالك من السفاحين؟ يلا اشوف. قربع. شو عم تضحك علي قاعد يعني؟ قربع. قربع معناها اشرب. كيف؟ كيف طعمه؟ زي وجهه. لن نضحك ابدا. والله يا اخوان استوى. ايش ها؟ طعمه سيء. فلافل وحليب. ما بتحذر مش راح تعرف له نهائيا. انت بس بتشرب وبتسخن في حالك. اسمع بعدين في شغله بس. اسمع بالمره. ليش صار؟ بس كمان هيك بس تروح راح تحس النفس بيطلع من مناخيرك. نفس الطعم. طب انت مش حاضر من اول؟ طلع ناس بعتين متابعين بعتين لي اياهم. طيب تمام. متابعينك بنات. ماشي. يما. عادي جدا. عادي اه. عادي. سفاحين. اعطيها. لن نضحك ابدا. تعرف ان لحد الان ولا مرة خسرت؟ اي واحد يجي عندي انا بخسره. Stop it, there are kids outside. عادي جدا. عادي جدا. من بيت. اللي بعده حبيبي انا عندي قناة كلها هيك اشياء. ذاك ما تقول قوم. ملك التحديات انا. كثير. اللي بعده. عطيها. في تحولات بتصير يا جماعة الخير. هاي شايفها من الاول وعم كنت بتفرج عليك اشوفك اذا بدك تضحك. والله عيد الكاميرات. بس هاي عنصرية ضد الدببة. انت فتحت الفيديو مش انا. انت عنصر ضد نفسك. هاي عنصرية ضد الدببة. ماشي بطلع لي افتح الثلاجة. على فكرة يا جماعة أنا ما بعرف مين بحط ثلاجة عائلة في غرفته. عندهم ثلاجة قد الحيط. ما أنا عارف إنك جاي عشان تشبع. إيش بنرفز؟ إيه؟ جاي بالي عليه كثير أنا. جاي الثلاجة على قده عشان بس. بس والله حركة جميلة. كيف بس؟ أوه بس. خذ أنت كمان. إيه. آسف آسف. إيش؟ ما بتضحك. تذكرت إشي؟ شو دخلني أنا؟ وين ضحكت أنت؟ مش بالفيديو هو بيتحرق في وجهه؟ هلا شو لازم أعمل؟ آكل هاي؟ لا خلص حتى هاي سك وقفها ستوب. هاي لا تشتوكل هسا. هسا لازم تستطعم. عمل ابلع ابلع. شوف إيش لازم أعمل؟
هسه هاي يا الله شوف اخي والله احسن منك ما في. طلع زاكي ها شوفه ها 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 انا معطيه نوع حلو اطعميك انا تخيلني جيرفريند لا ما بتخيل انت تخيلك جيرفريند ابعدها عن وجهي حط اشي بالنص انت لا والله عاد نيت ابو غالي هذا ابو غالي بحب ورا ايش هذا؟ باربيكي صوص حطينا على كريم كنب والله انك ابليس باربيكي صوص المخرج والله انك ما بتستحي وملح ليمون وفي في اشي وحبت البركة حبت البركة مزبطها بدل اغير طعم تمي غير طعم تمك انه في سؤال هسه لك امي تضربني شو ما بتضربك خلاص بكفي يا زلمة كفي انت قاعد تستطع توكل هنا وتستطعم جاي تحقق احلامك عندي كفي شو تحقق احلامه عندي ايوه اعطيها هيك شوف انت كونك يوتيوبر ليش الاشخاص كيوتيوبر ما بدعموا بعض او بيقولوا راح ندعم وبكون شغل حكي وبس ولما يدعم بتحسه بدعم على حسب مصلحته الشخصيه هذا بدك احكي باسمي ولا باسم اليوتيوبرز ان بابليك يس ما بتلحق انت على فرض حكيت بدي ادعم في قنوات حلو حيجيك عدد مخيف حاليا بس اذا كان في لك مصلحه شخصيه مع حدا معين بتنشر له ليش ما بتنشر مثلا بناء على المحتوى ليش في واسطه مو بالضروره مرات مرات المحتوى لازم تنشر له انا عندي صاحبي مثلا احمد ابو الرب نزل مره فيديو نشرت له اياه على قناتي وحش بس لانه يعني بتحس الزلمه عم بتعب بتعب فهمت فبستاهل غير اليوتيوبر اللي بيجي مثلا بدون ذكر اسامي برمي لك فيديو واحد بالشهرين بقول لك انا تعبت انا لا لازم الناس تدير بالها علي لا يا حبيبي بدك تصير بني ادم اللي سنتين يا جماعه الخير سنتين وما حكيتش اني تعبت عشان هيك انت راح توصل طيب هسه اخر سؤال شو رايك في المحتوى العربي على اليوتيوب عم بتحسن اضرب كف قد الطاقيه الله عليك لولو ورورو ما شاء الله الانبوكس عندك الحمد لله يعني نبعه يا زلمه صلي على النبي استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا اللهم لا حسن عادي مش ولا او ولا اي ولا اي انت شايفهم والله بكسره بس شفت الفيديو اللي انا اخترته كيف عطى ردة فعل صار يرقص لا 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 جماعة الخير في فيديو لازم نفتحه هان تمام خبطني صار يوجعني بصير تعطيني الشوكولاتة لو سمحت لو سمحت اخذت غصب عنك بمزح اشرح لنا رح نعرض الفيديو الي والو فرصتك انت عارف اذا خسرت رح ترجع توكل مره ثانيه يعني في نهايه الفيديو خلصت ختمت كل شيء زباله تسمع كلمه من هون يلا بستاهل مبتسم طباكه بستاهل طلع شو عمل شوفوا شو بيعمل لصاحبه انه الاخ سفاح فكر حاله بمبستي طلع فقع وجهه بالارض وهلا احمد فقع وجهه بالارض وفقع وجهك انت كمان بالارض انا ضحكت بعدين لا انت حكيت شغل يا لسه انا وياك اوكي انا بختار لك بدك تختار تمام طيب هاي ممتازه
هاي يا جماعة شوكولولو تفضل وأنا راح أشرب هاي. لا أنا اختار لك باكتولو اللي بيعطيه شوكولاتة. وهي صراحة راجعة والله مشكلة هالحلقات. شو رأيك واحدة بواحدة؟ لا لا أنا شوكولولو. والله هذا بيخزي يا أخوي يا أحمد والله بيخزي معفن يعني. طب مش مشكلة عادي. الله لا يعطيك العافية. آخ شوف مين أسرع. شوف مين أسرع مخلص يعني. يا دكتور مش بخزي. انت ما اكلت؟ اكلت والله غير توكل. اكلت والله ما اكلت. ايوه شافني الشاب صح ووجهك زي ما هو. ربيت فيه أكل بسس؟ والله يمكن قسم بالله أنا قادر. كمل؟ كمل. أنا زي ما أنا ما بشربش بخلي الطعم بفمي. يي عمل رد فعل قسما بالله العظيم بالغلط. زي هيك عمل أوف بالغلط. ما دخلني يلا إيش بالعمدل. تعرف ايش هاي 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 كثير عجبتني انا بدي اياك تشربها كمان مره. ولك بالغلط هاي من الاخر على فكره. هاي يعطي العافيه اللي عملها. تفضل انا انت شربتها ولا ما شربتها؟ شربتها ما شربتها ما عم بشربها. بدك تبزقها. لا يلا بلاها لو سمحت. بلاها جايبني عندك تشرب بلاها. بتعرف انك خسرت. جماعة الخير دورت على ناجي فضيحة. كنت تبعتولي بدنا فضيحة إله بس ما لقيت. والله ما لقيت. شكله بني ادم بريء. شكله بريء. دورت لي على فضيحه وما لقيت. وما لقيت. بتدور على فضايحي وما لقيت. بدك فضيحه. مره سرقت دي في دي وانا صغير. من وين سرقتوه؟ من وسط البلد. كنت شاريلي يمكن 20 واحد فقلت خلص هذا لازم بونس. من حقه. بس ما تسرقوا يا جماعه. طيب تمام. بما انه هو خسر زي ما انتم متعودين ما بضحك. بدك توكل. بدك توكل وتشرب. يعني راح اختار لك شغلتين من هذول الثلاث. شو؟ وكلبه شو؟ ايش قوانين هاللعبه هاي؟ ايه قوانين فيش فيش انا مرحميني. هذا البرنامج بيخزي. لا تجي عليه. بس في مفاجأة إلهم. لعيونك ولعيون السفاح. وحش. دمع. والله لا سامحك أول مرة بس لا بسويها. وحش. أنا بسوي أمها كمان. يلا تشوف. أنا السفاحين يا جماعة. أجوب. إيه. افهم عربي. تفضلوا يا جماعة. تفضلوا. يا زلمة ارحمني يا زلمة. حرام عليك يا زلمة. محامين جاك. تمام جاك الخير حصلنا خاب الفيديو. بخاب الفيديو في تذكرتين سفر. هسه جماعة الخير هذول تذكرتين سفر عشان ناجي موجود لنا في الحلقة. الحلقات اللي راحت كنا حسب الضيف بيجي لنا كنا نقدم جوائز. تمام؟ هالمرة عشان ناجي موجود في تذكرتين سفر على اسطنبول طيارة وفندق وخمس ليالي وست أيام. مش مزح. خمس ليالي وست أيام ومش مزح. والتذاكر جماعة الخير إلكم أنتم. الشروط كثير بسيطة. كثير بسيطة. في التعليقات اكتب تعليقات. شو بتكتب تعليقات أكثر كل ما اسمك راح يفوت على السحب أسرع وأمشي أسرع. صح.
بدك تطلع تركيا؟ والله اذا بيوصل هذا الفيديو 4 مليون لايك انا اطلعك على تركيا. يعني مش راح يطلع مره ثانيه. طب استنى، كيف بدك تربح تذكرتين للسفاحين؟ على التعليقات. على التعليقات راح تختار التعليق، يعني راح يكون عشوائي، مش انا اللي بختار، في موقع راح يختار. ماشي، وصلنا لاخر هذا الفيديو. وصلنا لاخر هذا الفيديو اخيرا. السلام عليكم، نشوفكم الفيديو الجاي. سلام، مع السلامه شباب.